وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وبيسعدنا يكون معانا في الفقرة دي هالة حافظ. وهالة احنا متعودين كل أسبوع تقول لنا ايه الأخبار بتاعت الأبراج بتاعتنا. أهلا وسهلا بك يا هالة، ونورتينا وشرفتينا. نورك يا مفيدة. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين ولضيفتنا زي كل يوم أربع بتنورنا هالة حافظ. أهلا بيكي. أهلا يا سوسو. لو قلنا إن كل برج احنا الحياة بتعلمنا طول الوقت، فلو كل برج ينفع نتعلم معاه ايه؟ يعني البرج يعلمنا ايه؟ كل برج يعلمنا احنا ايه؟ افرق يتعلم بقيه الابراج يتعلموا منه. طيب حلو قوي السؤال. خلينا نقول طبعا ان كل برج عنده ميزات مش موجوده في غيره، يعني ما فيش حد شبه حد. فالحاجات الحلوه اللي عندك دي انت ممكن من كتر تعاملك تتعلمها منه. نبتدي بالحمل. ايه ممكن نتعلم ايه من الحمل؟ الصبر. الحمل الصبر يا مفيدة. انا قلت عشر الثلاث سنين ان مفيدة وزهير بقوا شاطرين جدا جدا في الابراج، بس كونك تقولي لي ان الحمل صبور ملوش علاقه بالصبر. مش صبور، زنان يعني. لا، الحمل ايقاعه سريع. فخلينا نقول ماذا يعلمنا مولود الحمل؟ الحياه الحمل بيعلمنا ان الحياه ما بتقفش على حاجه ولا على حد. بيعلمنا ان احنا نسعى دايما ورا طموحنا وما نيأسش ابدا. يعلمنا ان احنا نمارس جنون الحياه من غير ما نزعج حد. بيعلمنا الجدعنه. دي الحاجات اللي نتعلمها بالحمل. طيب خلاص كده. التور بيعلمنا التخطيط الجيد قبل ما ناخد اي خطوه، ما ناخدش خطوه عشوائيه يعني ابدا. التور مخطط جيد جدا جدا جدا. نتعلم التور ان احنا نثق بنفسنا جدا، يعني نتعلم من التور ان احنا ما نخافش من حاجه ولا من حد ابدا. نتعلم من التور ان احنا ما نفقدش ايماننا بالله ابدا ابدا. ايمانهم بالله قوي جدا جدا. نتعلم من التور ان احنا بالصبر هنوصل. التور بقى هو الصبر، هو عكس الحمل. عكس الحمل، عشان كده قلت لك يا مفيده الحمل عكس الصبر. الجوزاء نتعلم من الجوزاء ان احنا ما ناخدش الحياه ماخذ الجد. ان احنا لا ناخذ الحياه ماخذ الجد. ان احنا ما نديش اهميه لكلام الناس، لان كلام الناس ولا بيقدم ولا بيأخر. نتعلم من الجوزاء ان لنفسك عليك حق، ما تهملش نفسك ابدا واديها حقها. نتعلم من الجوزاء ان التكبر والغرور بدايه الفشل. عشان هو متكبر ومغرور. لا بالعكس، هو ضد التكبر. ما تلاقيش جوزائي متكبر ومغرور ابدا. السرطان نتعلم ايه من السرطان؟ ان احنا ما نستخفش ابدا بمشاعر الاخرين مهما كانت بسيطه. نتعلم من السرطان ان احنا لازم نسيب اثر طيب جدا جدا عند اي حد ممكن نقابله. نتعلم من السرطان ان الكلمه الطيبه صدقه. نتعلم من السرطان ان كل خير انت بتعمله هيلف 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 وهيرجع لك وهتدوق منه. الكارما. نظريه الكارما بتحصل بالظبط. الاسد نتعلم الاسد الاناقه والشياكه. نتعلم من الاسد ان طالما معاك الحق لازم تاخده مهما كلفك الامر. نتعلم من الاسد البعد عن الاغبياء، لان وجودهم في حياتنا هيضرنا جدا. الحماقه اعيت من يداوي. نتعلم من الاسد ان الكرم مش بس كرم اخلاق، ان في حاجه اسمها كرم ضيافه، تهادوا تحابوا. نتعلم كمان من الاسد ان عزه النفس والكرامه والاحترام هما اساس اي علاقه. العذراء نتعلم من العذراء ان احنا ما نسمحش لحد ابدا ايا من كان يتعدى قواعدنا وحدودنا الشخصيه. نتعلم من العذراء ان الحب حلو بس مش على حساب الكرامه. نتعلم من العذراء ان احنا نفكر بذكاء قبل الوقوع في الحب. نتعلم من العذراء ان القوه في الفكر والتخطيط مش في العضلات. نتعلم العذراء ان لا للفوضى ولا للعشوائيه. طيب الميزان نتعلم ايه من الميزان؟ ان احنا نتمهل كويس جدا قبل اتخاذ اي قرار. نتعلم الميزان ان احنا نهتم بشكلنا زي ما بنهتم بافكارنا وعقلنا بالظبط. نتعلم الميزان ان احنا نرفض كل اشكال الظلم اللي موجوده في بس الحياه. بس هو الميزان بيهتم للدرجات دي بشكل على فكره منظم ومرتب مهندم. مهندم يعني حتى مش لو مش براندات وكده، بس ما يلبسش حاجات ملخبطه. لا شيك حتى لو نفسه. بسيطه بس مهندمه نضيف. ان احنا نرفض، هو عادل جدا ميزان. فنتعلم الميزان ان احنا نرفض كل اشكال الظلم. نتعلم ان انت ازاي تكون حقاني. العقرب نتعلم ايه بقى من العقرب؟ ان احنا ما نسكتش عن حقنا
ابدا نتعلم العقرب ان احنا ننسحب من اي علاقه قبل ما نتاذي منها. نتعلم من العقرب ان احنا نحط حدود لحياتنا الخاصه بعيد عن المتطفلين واللي هم عندهم حب استطلاع فظيع ده. نتعلم العقرب ان احنا نشعر بعمق ونعطي بحساب. نتعلم نعطي بحساب ده مش نظريه دايما العقرب أيوة يفكر بعمق بيعطي بيفكر وبيحس بس مش دايما نظريه ناجحه هو بس العقرب كده اصل العقرب مختلف العقرب البرج اللي بيحكمه بلوتو والمريخ فتلاقيهم عندهم حاجات مختلفه هم حد متميز ومختلف خلينا نتفق ان العقرب متميز ومختلف سواء كان التميز ده ايجابي او سلبي بس هو متميز نتعلم العقرب ان انت ما تسمحش لنفسك ابدا ان انت تكون اختيار بديل او اختيار تاني يعني العقرب لا يجلس على دكه البدلاء العقرب دايما بيبقى اختيار سبن اول ولا عرف هو بالزبط. هو بيحب يبقى اختيار اول بالظبط فهو ده احنا ده اللي بنتعلمه من العقرب القوس القوس بنتعلم منه ان مفيش سن محدد للنضوج بنتعلم من القوس انك تحارب وما تتهونش في حقك وتحدي تحدى كل الظروف المؤلمة أو الموجعة نتعلم من القوس أن أنت يكون عندك دايما سبب مقنع وراء أي قرار هتاخده نتعلم من القوس أن الحب الأول مش بالضرورة هو الحب الأخير على أنهم بيحبوا الحياة وبيحبوا طول الوقت مش بالضرورة حبك الأول يفضل هو للآخر بنتعلم من القوس أنك ما تستسلمش لضغوط الحياة مهما كانت الجدي نتعلم حاجات بقى لطيفة جدا الجدي برضو المحارب معلم فايتر بالظبط بنتعلم الجدي ان احنا نثق في نفسنا جدا ونعتز بيها جدا بنتعلم الجدي انك لا تهدر طاقتك مع من لا يستحق بنتعلم الجدي ان احنا ما نسمحش لاي حد ايا من كان التقليل من شاننا او الاستخفاف بينا نتعلم الجدي ان احنا ما نديش مشاعرنا لحد ما يستحقش يكون موجود معانا للابد يعني اللي هيديله مشاعره ده الجدي هيقعد معاه للابد عنده ابديه يعني بنتعلم من الجدي ان احنا ما نفقدش ايماننا بقدراتنا ابدا الثقه بالنفس برضه جدا جدا الدلو بنتعلم بالدلو ان انت تفلت ايدك قبل ان يفلتها الاخرون انسحاب في الوقت المناسب انت الاول بنتعلم من الدلو انك ما تخافش انك تعبر عن نفسك بكل حريه نتعلم برضو من الدلو انك تمارس حريتك بما لا يضر الاخرين انت حر ما لم تضر بنتعلم من الدلو انك تبقى قوي ومحبوب في نفس الوقت يعني مش معنى انك قوي انك تبقى مكروه المعادله الصعبه الحوت بنتعلم من الحوت ان احنا نتعاطف جدا مع الاخرين ونشعر معاهم بنتعلم الحوت ان احنا نتعامل بانسانيه او ازاي تكون انسان يعني بنتعلم الحوت انك ما تترددش ابدا بمساعده اي حد يطلب منك او يحتاج مساعدتك بنتعلم من الحوت ان انت تدي مساحة لخيالك لأن الواقع في بعض الأحيان ظالم ومؤلم يعني طب الخيال عنده جزء في الخيال الواقع صعب أنا عايزة أعرف سؤال